مركز الكويت لعلاج الإدمان يضم 8000 ملف لمدمنين تم علاجهم أو لا يزالون في مرحلة التأهيل السلوكي. ونسبة المتعافين بزيادة مضطردة بفضل وجود برامج وطنية مجتمعية توعوية، علاوة على وجود برنامج تأهيلي متكامل. 8000 ملف لمدمنين في مركز الكويت لعلاج الإدمان، إذ يشكلون 3 أضعاف من إجمالي أعداد المدمنين في البلاد. إذا أخذنا في عين الاعتبار الملفات النشطة في مركز بيت تمويل لعلاج الإدمان، احنا نتكلم من 8 إلى 10 في أسوأ الاحتمالات، إن لو يكون مقابل كل واحد 2، واحد يتعالج برا وواحد متردد أن يصل للطلب العلاج. فإذا كان هناك 8000 أو 10000 ملف نشط، نتكلم إذا من 20 إلى 30 ألف، فهي بالتأكيد ليست بال70 ألف اللي كانت متداولة في فترة من الفترات. لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة في حالات الوفيات نتيجة تعاطي جرعة زائدة، وأغلب المدمنين لا يتعاطون مادة واحدة في الجرعة نفسها. في 2000 عندما بدأ المشروع الوطني التوعوي للوقاية من المخدرات غراس، كنا نتكلم عن 76 حالة وفاة بسبب الجرعة الزائدة. للأسف في 2018 وصلت إلى 120 حالة، وهذا بسبب مستجدات دخلت على المخدرات، خاصة المخدرات الكيماوية. نادر ما يكون المريض يعني يتعاطى مادة واحدة، ما أقول إنه ما في، لا موجود، ولكن في الغالب يخلط. حتى اللي ياخذ كيميكلز ويايلين على انه كيميكلز، لو سالته راح تلقينا ممكن قاعد ياخذ حبوب، ياخذ حشيش، ياخذ مع مادته الرئيسيه اللي هي الكيميكلز. نقطه تحول فارقه في رحله عمل لمركز علاج الادمان، وهي اتخاذ هذا المكان ليس فقط لعلاج المدمنين بل تاهيلهم، مما ادى الى زياده ملحوظه في عدد المتعافين. أنا عندي مشكلة كبرى في المركز هي قلة أسرة التأهيل، مع أن أنا عندي 200 سرير حق التأهيل، أكثر من أعداد الأسرة في الدخول. الدخول أنا عندي 150-160 سرير، في التأهيل أنا عندي 200 سرير، أنا لا أجد سرير واحد فاضي في التأهيل، مع أني عندي أسرة في الدخول. السبب أن اليوم المريض أصبح يدرك مسؤوليته الشخصية نفسه في التعافي، فزادت هذه الأعداد. تمت الموافقات الرسمية لإنشاء مبنى آخر ملاصق لمركز علاج الإدمان، فهذا المركز بصدد إدخال علاج جديد بديل الهيروين يؤخذ شهرياً لعلاج المدمنين، وقد تصل نسبة الشفاء إلى 100% إذا تم الالتزام بالبرامج التأهيلية والأخذ بعين الاعتبار العزيمة والإرادة في الابتعاد عن هذه المواد البيضاء السامة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.